السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي صديقاتي متتبعي موقع وقناة جزائر تك. أرحب بكم في فيديو جديد دائما على قناتنا. في نهار اليوم ارتأيت أن أقدم لكم فيديو تحذيري من بعض الأرقام الاحتيالية أو بعض الرسائل الاحتيالية أو الأرقام الهاتفية الاحتيالية التي تتصل بك و تسبب لك بعض المشاكل. في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الرسائل النصية الاحتيالية أو رسائل الإيميل أو مكالمات هاتفية أو غيرها، حيث أنه يتصل بك برقم معين أو تصلك رسالة نصية معينة أو إيميل معين يدعوك للقيام ب لا أدري أنا الاتصال بهم أو إرسال إيميل لهم بمعلوماتك الخاصة من أجل استلام سواء هدية أو كأنك فزت في مسابقة أنت أصلا لم تشترك فيها. لماذا فضلت أن أنشر هذا الموضوع؟ سبق لنا في قناتنا أن قمنا بشرح طريقة طلب البطاقة الذهبية أو بطاقة الذهبية لبريد الجزائر. في هذه الفترة وصلت مجموعة من الرسائل الاحتيالية من البريد الفرنسي أو تحمل اسم البريد الفرنسي أو لابوست، حيث أنها تقول بأنه وصلك طرد مهم، إذا أردت أن تأخذه اتصل بالرقم كذا، وهذا الرقم هو 0899. حسنا، هذه هي الرسالة. ما وصلت إلى الكثير من الأصدقاء، وهذه الرسالة ليست بالجديدة، متواجدة منذ حوالي شهر 9 أو شهر 10. أطلب منك الاتصال بهذا الرقم، هذا الرقم لديه الكثير من السيارة. أنت بمجرد أن تقوم بالاتصال بهم سوف يقومون بسرقة رصيدك الهاتفي. هذا النوع من الأرقام أو ما يسمى بالأرقام ذات الضريبة الإضافية، هي أرقام مدفوعة ولكن ذات ضريبة إضافية. يعني إذا كان رصيدك هو 1000 دينار جزائري واتصلت بهذا الرقم فإن رصيدك يذهب في مهب الريح، يعني أن رصيدك سيتحول لفائدة هذا الشخص. وهذا هذه الأرقام تسمى دي زارناك أو دي نميغو فخدولو، يعني أنه سوف يقوم بسرقتك ولكن بطريقة غير مباشرة. كيف أتعرف على هذه الأرقام؟ توجد العديد من الطرق، العديد من الطرق للتعرف على هذه الأرقام. حسنا، لهذا الرقم قمت بالبحث عنه في موقع سينيال أرناك. هذا الموقع يهتم بالرسائل الاحتيالية سواء أرقام، هذا مثلا عفوا هذا هو أرناك تليفونيك، ملاحظون هذا الرقم هو نفسه الذي أرسل لي عن طريق الإيميل. تاريخ نشر هذه المملكة كما قلت هو 30/10/2016، هذا هو الرقم. أرتيك سيغ صحيح توجد معلومات إن مسيني لونك و جيغيسي أن كولي على بوست إجي دي في أبلي سنورو فو كونترولي، يعني هذا الشخص الذي قام بالتبليغ عنه وصلته نفس الرسالة التي وصلتني أنا. هذه هي كما قلت رقم ذو ضريبة إضافية، هي نميرو نميرو سيرتاكسي كما تلاحظون. هذه السيارة سواء يتصل علي بهذا الرقم أو لا أدري، هذا هو الصيغة الدولية زائد 33، يعني أنه في فرنسا مثلا. المتعامل أو الشركة، شركة متخصصة في بيع الأرقام المدفوعة كولت تكنولوجي سيرفيسز، البلد فرنسا، ناسيونال،
انظروا إلى تسعيرة المكالمة، 2.99 أورو أو 3 أورو للمكالمة، يعني أنك سوف تخسر رصيدك في بضع ثواني، رصيدك سوف تخسره في بضع ثواني، سواء عن طريق الطمع أو عن طريقة عدم المعرفة. لهذا أنصح الجميع بالتأكد من أي رقم هاتفي. توجد العديد من الأرقام الهاتفية، هناك رقم زائد واحد اتصل بي لعدة مرات، أنا شخصيا اتصل بي في الرقم الذي أسجل به الإنترنت. طبعا نعرف بأن أنا لدي رقم هاتفي مخصص أستعمله في حساباتي على الإنترنت، هذا الرقم هو الذي أغلب الرسائل الاحتيالية تصلني إليه، لأن الشركات سواء جوجل أو غيرها تقوم ببيع معلوماتك، تقوم ببيع معلوماتك. هناك بعض الإيميلات تصلك يعرفون أن اسمك هو محمد مثلا أو حسين أو لا أدري، تصلك وتقول لك باسمك، من أين حصلت على اسمك أو الاسم الذي تسجلت به سابقا في الإنترنت، يعني أن الشركات في الإنترنت تقوم ببيع معلوماتك. لذا أنصحكم دائما بالتوجه إلى موقع ثانية الأرنك وموقع موثوق، تبحث مثلا هنا عن أي رقم هاتفي اتصل بك، مثلا تكتب أي رقم وتضغط ريسيرش أو اسم مختصر بسيدو، لا أدري أنا هناك كانت رسالة تصل إلى بأنني ملياردير، ملياردير من نيجيريا وأريد تهريب أموالي، تكتب اسمه هنا أيضا وسوف تتعرف عليه إن كانت احتيالية أو لا. كما توجد آخر الاحتيالات، كما تلاحظ أرنب دي سيتانوس، أرنب بيا باي بال، سيت انترنت برودولو، أرنب سيتانوس، توجد العديد منها، وحتى أن من يقوم بالتبليغ عنها يعطيك البسيدونيم أو الموقع أو الإيميل حتى أو رقم الهاتف. كما تلاحظون كلها جديدة، 21/12. هذا فقط أردت أن أقوم بتحذير جميع الإخوة من مثل هذه الرسائل النصية، لأنه الكثير من الأشخاص يقول لي وصلتني رسالة ولقد فزت بسيارة. يا أخي الكريم، كيف تفوز بمسابقة أنت لم تشارك فيها أصلا؟ أنت لم تشارك فيها أصلا. ولكن وجب التحذير أيضا أنك إذا قمت بالمشاركة في أي مسابقة فهذه أيضا فرصة لوصول رسائل احتيالة إليك، لأن مثلا سجلت في موقع ما، هذا الموقع يقوم ببيع معلوماتك لغرض الإشهار، هناك شركة احتيالية تنتهز الفرصة وترسل لك رسالة من نوع آخر. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يكون إعجابكم، لا تبخلوا علينا بالاشتراك بقناتنا، الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم. وجب التحذير من مثل هذه الاحتيالات، خاصة وأن العديد من مستعملي الإنترنت لا يعرفون مثل هذه المعلومات. أدعو الجميع إلى الاشتراك في مسابقة جزائر تك للفوز بجهاز استقبال رقمي، كما تلاحظون في الفيديو يمكنك الضغط مباشرة على هذه الأيقونة للذهاب إلى الفيديو والتسجيل ومضاعفة إمكانية ربح الجهاز. كان معكم أخوكم محسن، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، وسلام.